التفت أمير المؤمنين إلى سلمان، صاح يا سلمان أدرك فاطمة. سلمان من أهل البيت، قال يا سلمان أدرك فاطمة قبل أن ترفع ملاءتها. أقبل سلمان إلى الزهراء، صاح يا فاطمة إن أباك بعث رحمة للأمة، لا تكوني نقمة على هذه الأمة. إيش قالت لفاطمة؟ قالت له يا عم يا سلمان غصبوا حقي سكت، كسروا ضلعي سكت، أسقطوا جنيني أنا مسقطة وجاية يا سلمان سكت، يريدون أن ييتموا أولادي ويقتلوا علي والله لا أرضى. تركوا علي، عاد إلي أمير المؤمنين، ساعد الله قلبك يا علي. عاد إليها، نظر إليها، قال يا فاطمة كيف أنت؟ شوف حنان فاطمة ما تريد تجرح قلب علي، ما قالت لا بأنني أسقطت جنيني ورطمت على عيني، قالت له تسألني شلون أنا كيف أنا، إن كنت أنت في خير أنا في خير. قال لها هذا الحسن وهذا الحسين، زينب وين؟ قالت له زينب بالدار. قال إذا ارجعي بنا، أخاف أن يتروع قلب زينب. يا علي تخاف على زينب، تخاف على زينب وانت موجود، تخاف على زينب وأخواها موجودان، الحسن والحسين أمها موجودة، كيف بك لو تراها يا علي يوم الحادي عشر من محرم؟ سلام الله عليها بهاي الليلة، ليلة الحادي عشر من محرم، اش ساوت؟ جمعت العيال والأطفال في خيمة واحدة، هيئ نفسك لها المصيبة يا عزيزي. ثم التفتت إلى أختها أم كلثوم وإلى سكينة، قالت لهما لا بد وأن نحرس العيال والأطفال، نقسم الليل ثلاثة أقسام، أنا أحرس الثلث الأول وأنت يا أم كلثوم تحرسين الثلث الثاني، وأنت يا سكينة تحرسين الثلث الثالث. نقف على الباب، وبالفعل أدخلتهم زينب إلى الخيمة، ووقفت زينب على باب الخيمة في ذاك الليل المظلم، الله أكبر، وإذ بها ترى من بعيد خيالا مقبلا نحوها. زينب خافت، قالت شو يريد منا هذا؟ يا هذا ارجع. فلم يرجع بل أقبل أكثر، قالت يا هذا ارجع فلم يرجع، قالت إن أردت أن تسلبنا ما عاد عندنا شيء، سلبونا
ونادت أباها خير ماشٍ وراءها